شهد سعادة الدكتور محمد العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مراسم توقيع مذكرة تفاوض بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة كير آي إيه لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية في تطبيق نظام مراقبة غرف المرضى، بما يسهم في توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والحكومة.